الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسرني أن أرحب بحضراتكم جميعا وأن أخص بالترحيب ضيوفنا الأعزاء، ضيوف مصر الكرام المشاركين في مؤتمر وزارة الأوقاف عن الفضاء الإلكتروني وأخلاقيات التعامل معه. وفي إيجاز شديد تأتي صلاتنا اليوم في هذا المسجد الذي تم افتتاحه منذ شهور قليلة جدا بعد فترة زادت على 200 عام. فهذا المسجد أنشأه الزهر بيبرس سنة 666 هجرية، وظل يؤدي رسالته نحو 5 قرون ونصف حتى جاءت الحملة الفرنسية 1798، يعني قبل 225 عاما، فاتخذته قاعدة عسكرية لها وخرجته من كونه مسجدا. ثم جاء الإنجليز فاتخذوه مسبحا، وتم بفضل الله إعادته إلى أداء رسالته بشراكة بين وزارة الأوقاف التي أنفقت 60 مليون جنيه ونصف، والآثار التي أنفقت 150 مليون، ومساهمة من الجانب الكازاخي ب4.5 مليون دولار قدرت في حينها بنحو 27 مليون جنيه مصري. قديما كانوا يقولون عن القاهرة إنها بلد 1000 مئذنة، وبفضل الله في 10 سنوات الأخيرة فقط، في 10 سنوات فقط تم إقامة وتطوير وتجديد وإحلال وبناء أكثر من 10,000 مئذنة جديدة في 10,553 مسجدا ما بين بناء جديد أو إحلال وتجديد أو تطوير على نحو ما ترون. هذا المسجد ثالث أكبر مسجد أثري في مصر بعد مسجد أحمد ابن طلون والحاكم بأمر الله. وسنتوجه إن شاء الله الآن إلى مسجد سيدنا عمرو بن العاص، أقدم مسجد في إفريقيا، وفي كل بقعة مسجد أو أثر، فضلا عن المتاحف المفتوحة والتي ستتوج قريبا إن شاء الله بافتتاح المتحف الكبير، أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة. وبإذن الله إن شاء الله ستكون لنا زيارة لمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي الذي يتسع لأكثر من 130,000 مصلي، وبه دار للقرآن الكريم. مهما وصفنا سيظل الوصف قاصرا عن مشاهدتها، فبه 30 قاعة، في كل قاعة رخامية كتب القرآن الكريم كأنه مصور من المصحف. ومع ذلك ونحن نتحدث عن الفضاء الإلكتروني واستخدام الوسائل الإلكترونية، في كل قاعة من قاعاته يجلس دارس القرآن الكريم أو حافظوه. في هذه القاعة يمكن أن تستمع إلى القرآن الكريم بصوت أي مقارئ من كبار المقارئين، تستمع إلى الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنساوي، الشيخ البنا، الشيخ عبد البصر، عبد الصمد، من تحب، وبالقراءات المتعددة. فإذا ما أردت أن تطلع على التفاسير ضغطت على برنامج التفاسير كاملة لهذه الصورة أو تلك، ثم إذا ما أردت أن تطلع على ترجمات القرآن وجدت ترجمات القرآن بمختلف اللغات، والتي ترجمنا منها في الأعوام الثلاثة الماضية 4 ترجمات جديدة إلى اللغة اليونانية واللغة الأردية واللغة الهوسة واللغة العبرية، فضلا عن إعادة طباعة ترجمات العديدة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. فكان إجمالي ما تم افتتاحه في 10 سنوات الأخيرة بالتحديد والأرقام والصور 10,000
وخمسمائة مسجد، أكثر من 10,500 مسجد مساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، من هذا المسجد الذي أعيد افتتاحه بعد إخلاق دام لنحو 225 عاما. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يوفقنا لخدمة دينه وخدمة أوطاننا وخدمة الإنسانية جمعاء. مرة أخرى أرحب بكم جميعا وأتمنى لكم طيب المقام، ونسعد بمشاركتكم في مؤتمرنا الذي سيفتتح غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.